بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، ومما نتواصى به في شأن الأمانة ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الأمانة في باب نقل الأخبار والعلوم والشهادة، ومن ذلك أيها الإخوة ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وجاءت رواية في نسخة بضبط أحد الكاذبين، والأولى أرجح. والمعنى في العموم فيما نحن فيه متقارب ويؤدي المعنى. ودل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الذي يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على أن كل من يحدث وينقل خبرا يدخل في هذا الباب، يرى أنه كذب. وجاء أيضا في رواية: يرى أنه كذب. وهذه من باب أولى، أنه يرى أنه كذب. ودل هذا الحديث يرى أنه كذب على مزيد الاحتياط والاعتناء بالأمانة، فلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما تأكد أنه قاله، إما بقدرة قريبة منه، قدرة موجودة، قدرة علمية، قدرة بحثية، قدرة حفظ، أو بالقوة القريبة أن يستطيع أن يبحث ويسأل. هذا في باب الإخبار. أما في باب المدارسة وباب النصيحة فالأمر في هذا قد يتوسع فيه بحسبه، لا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله عليه الصلاة والسلام. إذن دل هذا الحديث أيها الإخوة أولا على الاعتناء والاحتياط في أن لا تنقل وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وأنت قد علمت أنه مما صح إسناده إليه. وأغلبنا أيها الإخوة لا يستطيع هذه القوة، لكن بما ينقل عن أهل العلم وبما ينسب عن ثقة وبما ينقل من كلام أهل العلم فهو أسند إلى كلام العالم وإلى ما قرره الحفاظ ونحو ذلك. ويهمنا هنا أيها الإخوة أن هذا يلزم من هذا مراعاة الأمانة، فأنت مؤتمن في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان خطره أشد حينما كان الناس ينقلون الرواية ويعتمدون على الرواة والأسانيد. هذا في شأن النبي، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل بعمومه أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم أيضا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني لا يكفي الإنسان يقول والله سمعت وينقل للناس، حتى يبين أولا إن كان فيه مصلحة في نقل هذا الكلام، هذا الخبر، هذا الأمر، ثم مرحلة بعدها هل صح أم لم يصح. فهذا تنفير ووعيد
من النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، يعني هذا غاية الكذب والعياذ بالله، سوء في الكذب من أسوأ الكذب، أن يحدث بكل ما سمع. وهذا أيها الإخوة ولا نزكي أنفسنا، هذا حال كثير من الناس اليوم، وبخاصة بعد ما كثرت وسائل الإخبار والنقل وسهولة الوصول للمعلومة، وكأن الناس يتنافسون على نقل كل ما يجدونه. أين جانب الأمانة؟ لو أن كل مسلم اعتنى بالأمانة وعرف أنه مؤتمن ما نقل كل شيء حتى يتبصر. فلا يكفي الإنسان أن يقول والله ارتفع اليوم منسوب الجريمة في بلدنا، أو انخفض أو فعل أو صح، ولا يقول مثلا حصل كذا من الخطر، وهو إنما ينقل من دون تثبت. والله أدب وعظ المؤمنين وأنكر عليهم في حادثة، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي شأن قضية الإفك قال الله جل شأنه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، هذا عند أكثرنا ولا نزكي أنفسنا، نحسبه هين، مسائل مجريات يومية، لا تشدد، لا ضيق على الناس، خلهم يوسعون صدورهم. لا، إذا كان الأمر يتعلق بنقل مواد ومعلومات وأخبار ربما اتهامات، هذه إن كنت أن تعلم أنها يسيرة في ظنك أو تحس أو تزعم، هذه قد تؤثر في كثير من الناس وتساهم في نقل مثل هذا. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذن ضع أمامك هذه الوصية النبوية: لا تحدث بكل ما سمعت، وراجع نفسك يوميا، هل أنا أخبرت وحدثت بكل ما سمعت، أم أنني أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا أيها الإخوة مما يتعلق بهذا نقل الأخبار، وهذا لا بد أن يتنبه له الصحفيون الإعلاميون، ولا تأخذهم حمأة البحث عن المعلومة والسبق الصحفي أن يتجاوزوا هذه الحدود وهذه الآداب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في شأن المؤذنين، وهم نقل وهم يشهدون ويخبرون بدخول وقت الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه بعض أهل السنن عن جمع من الصحابة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام المؤذن مؤتمن لأنه ينقل، يقول دخل الوقت الآن، ومن وراء هذا اليوم من يضع التقاويم أمانة، ومن وراء هذا من يضع للناس ما يؤثر في أوقات صلاتهم وصيامهم ونحو ذلك. اللهم احفظنا بحفظك واجعلنا من أهل الأمانة، اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.